غذائي في رمضان ما هو إلا تكملة لنظامي الغذائي المتبع الصحي الذي يغطي كافة احتياجاتي من العناصر الغذائية، ولكن مع فرق بسيط في مواعيد تناول كل وجبة. Stay hydrated in Ramadan in a very hot summer by having 8 to 12 glasses of water minimum a day. Multiply your weight by 35 ml to get how much you need to have water to stay hydrated in a very hot summer. توصيتنا لمرضى الأمراض المزمنة بزيارة الطبيب المعالج للتعرف على الوضع الصحي ومراجعة الأدوية لإمكانية تطبيق خلال شهر رمضان، ولا ننسى زيارة اختصاص التغذية للتعرف على الحمية المناسبة خلال شهر رمضان.